مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا موضوع مهم. حلقتنا النهارده هناخدكم فيها في رحله كده عبر التاريخ من 7000 سنه، بس خلينا قبل ما نبدا نرحب بزميلتي نور. مساء الخير يا نور. مساء الخير يا رباب، ومساء الخير على كل مشاهدينا. حابين النهارده نكلمكم عن مركز الاثار التاريخيه مصر. مصر هي منبع الحضارات على مر الزمن، واحنا عارفين ده والدول كلها عارفه ده، بس خلونا نسال نفسنا سؤال: ازاي نحمي اثارنا وتراثنا ومعالمنا ومواقعنا الاثريه والثقافيه دي من الزوال او النسيان؟ شيء بسيط جدا، وهو اننا نسمع ونقرا ونفهم تاريخ اجدادنا الفراعنه بشكل بسيط ومبسط وبشكل واضح بالنسبه كمان للشباب اكتر حاجه. خلونا دلوقتي نرحب بالدكتور مجدي شاكر، الخبير الاثري الكبير بوزاره الاثار والسياحه. اهلا بحضرتك. انا برحب بحيكي ومبروك على البرنامج، ويعني مساء اللوتس على كل مصر والمصريين. يعني شكرا جدا. ناس كتير جدا بتقول الاثار، ويعني في ناس ممكن دلوقتي تقول لك اثار ايه اعتقد اللي تم الاسبوع اللي فات زي بكره احنا هنحتفل بمرور اسبوع على مرور موكب المئويات الملكيه، كان شيء فارق لمصر كلها. يمكن انا بره بقول لكم احنا سمعنا ترنيمه ايزيس فعلا كتير. انا كنت حابه اسالك فعلا على الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه بره على موضوع الترنيمه دي. فعلا هو الموكب كان رائع رائع، والناس بدات تتكلم بدات تتكلم عن تحتمس وعن حتشبسوت. رجعنا يا دكتور، عايزين نعرف يعني بعد المومياوات احنا عايزين نبتدي نشوف بقى ايه اللي احنا هنكتشفه جديد. يعني احنا مثلا احنا كنا بنتكلم مع حضرتك في الاكتشاف بتاع امبارح فاحنا عايزين نعرف الناس. طبعا هو بما ان هو لسه كان امبارح فاحنا عايزين نتكلم عنه. حضرتك عرفنا اكتر عنه. شوفي رباب ونور، اولا انا بعتبر هذا الموكب استعاده الدوله دلوقتي بتعمل حاجه، استعاده جزء من الهويه الوطنيه. عارفه مصر هي مصر مش شعب، يعني ما نقولش احنا ممكن نقول الشعب مثلا الجزائري، الشعب الامريكي، الشعب الفرنسي. مصر لا، مصر امه. في فرق بين الامه والشعب. الامه هي التي تؤثر، اما الشعب هو شعب له عاداته وتقاليده وممكن ياثر في نفسه، انما مصر اثرت في الدنيا كلها. فاحنا بنقول كده ده كيان بالظبط. مجرد ان احنا يعني الامه حتى المصريه حاجه لاحظتها اليومين دول بعد الموكب وبعد الاثار بتاعتنا ما ظهرت، وبعد ما بدانا ان احنا حتى الناس اللي هي مش فاهمه، حتى الناس اللي ما كانتش ليها هويه تاريخيه، فبداوا ان هم كل شويه يبتدوا ان هم يشوفوا. يعني على نطاق خاص اولادنا بقى بالنسبه لهم ماده التاريخ هتبقى بالنسبه لهم بعد كده مش مجرد بالزبط. ماده للحفظ او للدراسه، وهيدرسوا لهم اللغه المصريه. وبقوا شايفين دلوقتي ان التاريخ موجود في كل بالزبط. مكان في مصر بيأثر فينا، واحنا كمان بنأثر فيه من اهتمامنا بيه وان احنا بنحافظ عليه وكده وبنبرزه. بالظبط. هو يمكن الاستاذ وزير التعليم قال ان احنا ان شاء الله للسنه الجايه هيدرسوا اللغه الهولوغرافيه، وهي موضوع جيد جدا. امبارح اكتشفوا مدينه سكنيه كامله موجوده في البر الغربي في الاقصر اللي احنا بنقول عليها مدينه الموتى. كانت مفاجاه كبيره جدا ان الدكتور زي حواس يعني ربنا يبارك في عمره اكتشفوا مدينه كامله، مدينه سكنيه. المدينه السكنيه عباره عن اول كومباوند في التاريخ. احنا دلوقتي بنقول الكومباوند مكان مقفول وله مدخل، والله جدودك عرفوا كده. جدودك كانوا عاملين كومباوند كامل وكانت متقسم لاحياء سكنيه، يعني عاملين ثلاث قصور، مكان للناس الاغنياء والنبلاء، وعاملين مكان للطبقه، مكان الصناعه فقط، يعني ملوش دعوه بالسكان، يعني في مكان للصناعه، وعاملين اماكن تجاريه واماكن اداريه. يعني المدينه في الداخل يعني مدينه متكامله، مدينه قائمه زي ويمكن المدن الحاليه بتاعتنا بالظبط. هي مدينه اظرف فيها جزء خاص صناعي وجزء خاص وتجاري وسكني بالظبط. يمكن حضرتك كنت لسه بتكلمنا كمان عن انهم اكتشفوا قاروره فيها لحمه، فيها 10 كيلو لحمه. الجميل فيها الناس تقول لك لحمه موجوده. ايوه يا جماعه والله الناس دول وصلوا، ولو رحتوا متحف امحطوا في سقاره ارجوكوا روحوا هتلاقوا جبنه ما باظتش. هو كان بيقدر يعمل ده، وعسل مره لقوه ما باظش، فمش معنى ان اقدر اكله لكن هو مجمده، هو بيعتمد على فكره التجميد. فاللحمه وصلوها ان هو اي حاجه بتفسد ليه؟ الميه اللي موجوده فيه. فهو الموميا بيعمل ايه؟ بيشيل منها العنصر ده، فهو قدر لده. الجميل بقى ان لقينا على الاناء اللي هو فيه اللحمه اللي هي المجمده او المسلوقه دي اسم الحظيره اللي جاي منها، يعني المزرعه اللي جاي منها اسم كذا، ولقينا اسم الجزار اللي هو ايه. خلينا نقول ان احنا كانوا بيوثقوا كل حاجه، كل حاجه. اول مدونين في التاريخ، اول مدونين. احنا دلوقتي بقول لك انا مدون، انا بقول لك ان اول مدونين في التاريخ كان جدك. ليه؟ لان جدك ما سابش حاجه الا ما سجلها فعلا. حتى مثلا حادث التحرش واحده، يعني ما عندناش حادث تحرش خالص. كم مره حصل يعني حادث التحرش بسيده في عصر رمسيس الثالث؟ والله سجلوها وكتبت كده. كان في بقى عقاب؟ انا يعني انا نفسي اعرف شويه عن قانونهم. هل كان في عقاب مثلا للمتحرش زي كده مثلا او كده؟ ايه بقى كان في العقاب؟ كانوا بيقطعوا له جزء من يا اما قدمه يا اما ايديه، وكان اذا وصل لمرحله كده كان ممكن يعدم، وعلى حسب اذا كان متزوج او غير متزوج.
ده كانوا عندهم المواضيع دي كانت قوانين ومحكمه جدا يعني كان في محكمه هم كانوا شاطرين جدا القوانين عندهم كانوا بيطبقوا عندهم انت شفت يوم المهرجان او يوم الموكب كان في على الصفين في ريشه الحق كان الراجل ذكي جدا المخرج قال لك ان العداله دايما نزلك الحضاره المصريه قامت على الصخره فهو لما حط رشه المعت او رشه الحق بيقول لك ان هذه الحضاره لم تقم على الصخره فحضاره اجدادك والله كانت قائمه على العدل بما ان حضرتك جبت سيره الموكب والحدث العظيم بتاع يوم 3 ابريل انا عايزه بس اسال عن كام استفسار كده خاص بالموكب ده اشمعنى تم الاختيار او وقع الاختيار على ال 22 ملك وملكه دول هل مثلا ده درجه تحنيط معينه هم وصلوها ولا الموضوع ليه تسلسل تاريخي مش عارفينه هو ال 22 دول ملوك من الاسره 17 للاسره 22 تمام ودول كانوا موجودين في خبيئه اسمها خبيئه الدير البحري لما حصلت موضوع سرقات المقابر لان في عهد المصريين القدماء سرقوا بعض يعني لما حصلت مشكله دخلوا سرقوا بعض وعرفنا الموضوع ده منين عندنا برديه اسمها برديه سرقات المقابر المحقق فيها او القاضي بيسال الحراميه انتوا خدتوا الموضوع ازاي فالكهنه لما حسوا ان في مشكله ومش قادرين يسيطروا على السرقه راحوا مجمعين كل مومياوات الملوك والتمائم بتاعتهم وراح حطنا في خبيئه الدير البحر حفر حفره 10 متر وحطها في الخبيئه فضلت حوالي 1700 سنه محدش عارف عن حاجه لغايه ما جت لنا القصه المشهوره بتاعت اسره عبد الرسول في سنه 1871 طفلين قاعدين يلعبوا معزه هربت دخلوا وراها لقوا هذا الكنز لقوا اوضه مليانه خير فضلوا 10 سنين ياخدوا مخفة وزنه وغلى ثمنه ياخدوه يبيعوه في الاسواق لغايه ما فيهم واحد اعترف على الثاني وخرجنا هذا الكنز ليه بقى ال 22 موميا دول اعظم ملوك الارض هتقولي مينهم فين يعني احنا كنا الناس نسمع عن واحد سكن الرع ودي كان اول واحد متقدم الموكب كل الناس سالته مين سكن الرع هل هو الاشهر رمسيس لا رمسيس طبعا تحتمس لا هو طب مش معنى هو اللي ترى بقول لك لان دي كان اقدم واحد ملك فيهم على حسب الترتيب الزمني ثاني حاجه الراجل اللي عمل العرض كان ذكي سكن الرع ده اول واحد استشهد في سبيل الدفاع عن مصر فهو اراد ان يقدم يعني قيمه للشباب بيقول لهم يا شباب في حد بيدافع عن البلد دي انت عارف يا دكتور خليت بالكلام حضرتك ده في حاجه حلوه قوي كان انا كنت بذاكر للولاد عندي فكان في عندهم سكن الرع هم ما كانش عندنا معلومه عنه فكده بكلام حضرتك ليهم اولا هم عرفوا يعني ايه استشهد يعني بيقدم قيمه انا كأم عارفه المعلومه دي لان انا كنت بذاكرها للولاد لكن في ناس كتير قوي ما تعرفهاش لكن دلوقتي لما يكون في حد مثلا شاب او بنت لسه هيبتدي ان هو هيلاقيها حاجه مهمه قوي سكن الرع ايه ده انا لسه واخده في الكتاب بتاعي ايه ده طب بدات ان انا اعرف عنه حضرتك بتتكلم بتقول ايه تقدم الموكب بالظبط تعرفي يا باب ان حاجه مهمه جدا ان المسلسل اللي كان المفروض هيتعمل في رمضان عن الملك احمس ووقف ليه الناس كلها بدات تسال وتعرف وبقاش زي بيقولوا ما حدش يضحك عليه فالدوله قالت لك لا لو هتعمل مسلسل عن احمس ارجوك تحرى الصدق فوقفوا المسلسل رغم انه تكلف مبالغ ضخمه جدا عشان كان في بعض المغالطات لان الناس بقت تفهم الناس بتعرف امبارح وانا جاي في المترو حاجه غريبه جدا لقيت احد الاطفال وانت عارفه في المترو في ريبليكا يعني تمازج كده والله واقف يقول له ما تيجي نشوف جدك يالا الكلمه بسيطه وسهله بس معناها ان الاولاد بقى عارفين ان دي جدهم كلمه ان جدي انا بعتبرها لفظ كويس جدا بس الحدث ده اثر فعلا في الكل تعرفها نور ان الاول كان عندنا مشكله يقول لك دول قفره وسنين وكنا دايما ننظر للمصريين القدماء في المسلسلات والافلام خاصه في مسلسل محمد رسول ان هم قفره ومسلسل يوسف فاحنا بنقول لاولادنا لا والله ما كانوا قفره على كانوا فعلا اول امه موحده حضرتك وانت بتتكلم معانا دلوقتي في الحديث فعلا هم مش كفره بدليل أبداً. بدليل ان احنا عندنا في القران ان السارق اقطعوا ايدي حضرتك ذكرتها دلوقتي بالزبط. في العقاب بتاعهم ان هم كانوا بيقطعوا ايد او نور قالت حاجه مهمه قالت ترنيمه اسمها ترنيمه مهابه ازيز ترنيمه مهابه ازيز دي مسجله تعرف ان دي جزء من كتاب اسمه كتاب مش الموتى انت قلت الموت لا هو عندنا في مصر القديمه الاجانب ترجموا الموتى لان الاجانب ما يعرفوش حضارتنا وللاسف كل علم المصريات اللي عمله الاجانب الترجمه الاساسيه بتاعته اسمه بيرت مهرو يعني بيرت مهرو الخروج للنهار جدك كان بيعتبر ان الموت هو انتقال من الضلمه الى الايه للنور الى النهار طب ده ايمان في حد ذاته على فكره بالظبط يكفي ان كل الحضاره اللي لقيناها حضاره ايه مقابر ومعابد فهو ازاي ده هو من حبه في الحياه كان عايز ينقله فين بصراحه الاختيار المقطوعه دي في رائعه والبنت والاداء رائع. والموسيقى وكل شيء يعني فعلا. لذلك احنا ان شاء الله المفاجاه اللي جايه لكم ان شاء الله خلال 3 شهور هيتم تنظيم موكب اعتقد ان هيبقى اكبر واشهر للملك توت عنخ امون هيتم نقله من المتحف برضه المصري هيودوه المتحف المصري الكبير توت مش توت انت عارفه تريد مارك لان توت بالنسبه عشان اثاره كل الدنيا عارفاها فاعتقد ان موكب توت هيبقى يعني اضخم واكبر عندنا في نهايه السنه دي افتتاح المتحف المصري الكبير اللي هو في نادي الرمايه ده يحضره 43 رئيس دولة أنا بقول لي بس عشان الناس اللي بيشاهدونا أرجوكم الدولة قدمت كل عناصر جذب السياحة والسيد وزير السياحة قال كلمة مهمة جدا قال إحنا صرفنا على السياحة الدولة إدت 20 مليار جنيه
تخيل لما الدوله تصرف على السياحه والاثار 20 مليار جنيه، معناها الدوله عايزه تلعب سياحه صح. هي دي بلدنا، هي دي بلدنا السياحه. آه. هي بلدنا. ارجوكوا بقى نبني على نبني على النجاح ده، يعني نبني عليه. الشعب كله لازم كله يبقى مؤهل للسياحه. ارجوك ما ترميش زباله في الشارع، ارجوك لما يجي السائح ما تعملوش معامله سيئه. سيبك بصرف نظر هو لبسه، يعني ممكن يكون لبسه مش عاجبك، مالكش دعوه، هو جاي ضيف عندك. ارجوك الضيف كرمه، اكرمه، عامله كويس، ما تستغلوش، عشان السياحه هي زي ما بيقولوا ايه، هي اللي هتجيب لنا فلوس. نتعامل باخلاق اجدادنا بالظبط، يعني بالزبط. فعلا ضيف، لان مصر هو كان دايما استاذ نور بيقول لك مصر ام الدنيا. هم ليه سموها ام الدنيا؟ لانها بتستوعب الكل. صح. يعني دلوقتي مثلا تشوفي مدينه زي المدينه اللي قاعدين فيها، هتلاقي فيها العراقي والياباني والصومالي كل العرب. هل جينا ولا حد فيهم لجأ؟ والله ابدا، ده احنا بالعكس الدوله الوحيده فعلا اللي يمكن بتدي الضيف فيها احسن من ابن ايه، من ابن البلد. بما ان حضرتك جبت سيره توت عنخ امون، هي فعلا الملكه تي جدته؟ جدته طبعا. هو الترند الاول موضوع شعرها، انا عايزه افهمه. قبل شعرها تي، اولا دي بيسموها ايه، الملكه التي كاد ان يفقد الملك عرشه عشان جوازها. هي كانت حلوه قوي، ويمكن عملوا اعاده بناء لوشها. في واحد امبارح اجنبي جه قال لي انا عايز اخطب جدتك من جمالها والله. اولا هي ماتت عندها بعد 60 سنه، وكانوا بيسموا بتاع الموميا بتاعتها باسم المراه العجوز، لان لما لقوا الموميا ما كانوش عارفين هي بتاعت مين، لغايه ما لقوا خصله شعر. اللي عرفته فعلا الملكه تي والملكه حتشبسوت فضلوا مش معروفين، مجهولين لغايه 2010. فعلا. فلقوا خصله شعر موجوده في صندوق في عند ابنها حفيدها اللي هو توت عنخ امون. عملوا دي، ما هو دي اهميه العلم بقى، عملوا الدي ان ايه، لقوا ان نفس ده هو ده. التواصل ما بين الحاضر والماضي بالظبط. لذلك اللي هنشوفه في المتحف الجديد او متحف الحضاره، هنلاقي عرض المومياات مش زي القديم، هنلاقي كل اسره مع بعضها. يعني كده في اختلاف من عرض الاثار في المتحف طبعًا التحرير طبعًا عن تماماً. الملكه تي بقى، انا اقول لك ان دي يعني زوجها عشان يتزوجها، هي ما كانتش من اسره مالكه، كانت بنت ناس عاديه، بيسموها بنت الشعب. الملك اللي هو ده امنحوته الثالث لما جه يتجوزها، ازاي يتجوز مش ملك؟ لابد ان ينتقل العرش للملك، لابد ان تكون زوجته ايه، من دماء الملكيه. وبالرغم من ذلك احبها وتزوجها، لان امها كانت وصيفه وهو كان متربيه معاها في القصر، فقعدهم مع بعض خلاهم يحبوا بعض. ولكن بالرغم من ذلك نجحت جدا. وتخيل عمل لها حاجه احنا مفتقدينها، عمل لها حاجه اسمها اول قسيمه زواج في التاريخ، اول قسيمه اللي احنا بنعملها دلوقتي، سجلها عليه على جعران. تعرفين الجعران؟ عمل 56 جعران سجل عليهم اسمها واسم اباها وامها وتاريخ الزواج. دول موجودين في متحف التحرير. في حاجات كتير. ووزع ال 56 جعران على مستوى عشان يقول للناس اعلان ان الملك بتاعكم يتجوز. فاول قسيمه جواز واول يعني اعلام بالمفهوم العصر الحديث، اعلان زواج كان موجود في هذه الملك. تخيلوا من حب فيها، هي كانت جايه من بلد زي ما بيقولوا بتلعب في الطين، جايه من بلد قريه، فهي جت عايزه بحيره وتلعب فيها. تخيل يعمل لها بحيره 370 ذراع، يعني حوالي 300، حوالي 3 كيلو، والناس بتقول ان هي بحيره التمساح عشان بالمركب بتاعها وتتفسح. فكان بيحبها جدا لدرجه ان هو تزوج عليها كتير جدا، هو بيسموه بلاي بيو الحضاره المصريه، ولكن كان هو هي بالنسبه له يعني كان بيعز، يعني بالنسبه له مميز. فهي لما توفت احنا كان مشكله في الشعر. ايه شعرهم؟ اول حاجه في الشعر انه كان عندهم صابونه مكونه من ايه؟ يا اما يجيب الرماد والطين وكان يحط عليه ملح النترات، ده ملح بيجي من وادي النترات، ده بيغسل بيه الشعر. وبعدين تجيب خلطه بسيطه قوي، الخلطه عباره عن ايه؟ دهن بتاع البقر، هات شويه دهن بقر، انا ما اعرفش المكونات انما ممكن تجربي، وكلها حاجات اذا ما ضرتش اذا ما نفعتش مش هتضر. دهن البقر مع زيت الصنوبر مع زيت الزيتون مع زيت الخروع، حط دي وضيفي عليهم حنه، الحنه عشان اللون، وحط معاهم ملح بنترات عشان تثبت لك ايه اللون. الخمس عناصر دول النسب بتاعتهم انا ما اعرفش، ولكن لو حطيناهم اعتقد كلها مواد طبيعيه. عن طريقها وصلت ان جدتك اكتر من 60 سنه وشفت لون الشعر وطول الشعر فعلا بتاعها. فارجو ان كل بنت بتسمعنا مكونات خلطه هي موجوده ما تكلفش 10 جنيه فعلا. يعني سهله جدا. فالثلاث زيوت دول مع ملح النترات مع الحنه، ممكن الحنه بلاش عشان ما هتدي لون، مع الشحم بتاع البقر او الدهن بتاع البقر، عند اي حاجه ب 5 جنيه جيبيه، مكونات طبيعيه جدا وقدر. فهي جدودك كانوا نضاف جدا جدا وكانوا بيهتموا بالجسم اكتر مما تخيلي، لدرجه هيرودوت لما جه زار مصر في القرن الخامس قبل الميلاد دخل لقى عندنا حمام، وهو جاي من اوروبا ما عندهمش الحمام، ما كانش عندهم حمامات. لقانا بنستحمى 3 مرات في اليوم، بنغسل ايدينا قبل الاكل وبعد الاكل. فالراجل طلع بكلمه جميله قوي، قال ان اكثر شعوب العالم نظافه هم المصريين. خلصت. اعتقد ان احنا يعني مش عايزين اكتر من كده. فعلا فعلا. دكتور مجدي، الحدث الكبير اللي حصل ده انا عايزه برضو يعني اعرف اكتر عنه واسالك اكتر عنه. بالنسبه لنقل المومياوات،
دول طبعا زي ما انت ذكرت في الاول ما اتنقلوش بقالهم فتره كبيره جدا فوق ال 100 سنه. انتقلوا 1881 تمام. لما تم نقلهم ساعه من ساعه فوق الاكتشاف فوق ال 100 سنه بيتها 42 سنه لما جابوهم من الاكتشاف من بره الغرب في الاقصر جابوهم متحف الايه مع كل الاحتياطات اللي بقى اللي اتخذوها في فتره النقل دي ما حصلش اي تاثير سلبي عليهم. حصل هو انت لان الناس اللي ما تعرفوش ان المومياوات دي تم نقلها اكتر من مره. لما جم ينقلوها نقلوها بسرعه عشان كانوا خايفين طبعا ساعتها 1881 في القرن ال 19 فجابوهم. بس الجميل بقى هضحكك استاذه نور الدين رباب لما جم يودوهم عند ميناء بولاء هم ما كانش فيه قطارات ولا حاجه ولا طيارات فمشيهم بالمراكب. الراجل بتاع الجمرك اللي قاعد في ميناء بولاء حب يعمل عليهم جمرك. طب يعمل عليهم جمرك ازاي؟ ما عندوش في الليسته قايمه بتقول ليه بتقول مومياوات. تخيل يعمل فيهم ايه؟ خد عليهم زي السمك المملح الفسيخ الموظف المصري الروتين ايوه الروتين عشان يسدد الورق. قال لك طب هنفرض عليهم جمرك ازاي؟ يبقى نفس اللي حوار نفرضه على السمك المملح نفرضه على ايه؟ على المواد. وفي ورقه رسميه بهذا الكلام هيتعرض في المتحف ان شاء الله تشوفي ان جدودك كانوا ايه؟ كانوا سمك ايه؟ سمك مملح. طب ليه يا دكتور بقى يعني ليه اتحطت زي مثلا الملكه حتشبسوت ليه ما اتحطتش في المعبد بتاعها في البر الغربي؟ لا ما اصلي هي هو ده معبدها والمعبد بتاعها. المعبد مش معمول لحاجه زي كده. المفروض المقبره او كل من ملك من دول كانت له مقبره. احنا كدوله ليه ما عملناها بدل ما احنا ننقلها يبقى كل حاجه خاصه في مكانها. استاذه رباب بس انت عندك الموميا محتاجه درجه حراره معينه درجه رطوبه معينه ويمكن انا بشكر الساده المرممين زمايلنا اللي قدروا يعني يحافظوا ويرجعوا في بعض في بعض المومياوات كانت زي رمسيس السادس كانت 11 جزء عشان تجمعيه. ده عملوا اختراع جميل قوي اسمه سرير طبي. يعني تحت كل موميا عملوا سرير يوافق التنايات بتاعه الجسم تنايات العظم عامل زي زي السرير الطبي كده وحطوها في انبوبه اسمها انبوبه نيتروجين عشان ده نيتروجين يعني عشان المي الكهرباء والميه وكل عناصر ويعرضوها. نور سالت سؤال جميل قوي قالت هو هيتعرضوا ازاي؟ ايه الفرق بين المتحف الصغير والمتحف اللي هو الحضاره؟ هتخشي اولا عاملين قاعه جميله عاملين القاعه تحت الارض عشان تبقى زي الايه زي المقبره وعاملين اللون الاسود هو اللون الغالب علشان يديك لون يعني لون جميل كده عشان لون الموت او لون المهابه وبعدين عاملين حفره لكل واحد عاملين زي حفره كانك داخله مقبره بالظبط. وبعدين الاضاءه عامله زي الاستوديو اللي انت قاعده فيه يعني متركزه على ايه؟ على الموميا فقط. تمام. طب جنب الموميا هنشوف ايه؟ هنشوف الاوبجكت اللي طلع معاه يعني لو طلعت معاه خواتم اي حاجه نعرضها. التابوت اللي اتعرض اللي كان موجود فيه الدي ان ايه اللي اتعمل له لان اتعمل دي ان ايه. طب اثناء ما كانوا بيحنطوا كانوا بيلفوا حاجه اسمها كتان وكان كل شويه يحطوا تميمه من الذهب. طب هنشوف دي ازاي هنفك؟ قال لك لا هنعمل اكس راي هنجيب لك اشعه ونبين لك الحاجات دي كلها. وجنب كل موميا هتلاقي تابلت. التابلت دي موجود في ايه؟ تقدري تعملي تشوفي كل المعلومه دي عن الموميا تاريخها اسمائها راح فين اعماله الحربيه ايه اللي حصل في الترميمه بتاعته كل حاجه. طب واحد يقول طب هو تابلت واحد هيكفي؟ هقول لك لا ممكن تاخد ايه نمبر كود كده بتاخده بالموبايل بتاعك زي باركود كده يجيب لك نفس المعلومات اللي موجوده ايه في التابلت. فانت هتخش القاعه فيها موسيقى فيها اضاءه فيها كل شيء مختلف تماما. حاجه مشرفه يعني طبعًا فعلا طبعا طبعا. في حاجه كنت لاحظتها لما كنت بزور متحف التحرير لما كنت بروح الاقصر كده بتحس ان الجو هو جو هادي جو يخليك تستمتع بان انت تشوف الحاجات دي تلاقي نفسك بتبقى يعني مستمتع وفرحان قوي. بس ما تعرفي تاريخه او ما تعرفي يعني ما اقول لك مثلا الورده دي مسكها مثلا الملك فاروق تقول الله لا تديها قيمتها. في فرق ما تشوف الاثر بعينك وما تعرفي تاريخ الاثر. فعلا اما بتعرفي تاريخ يعني الناس كلها مين سقن الرع ومين حتشبسوت ومين تي ومين ملك رمسيس الاول. يعني ملك رمسيس الاول اللي عرض في العرض ده تخيلوا حضراتكم ان هو اتاخد من مصر انباع ب7 جنيه موميا بس ما كانش عارفين بتاع ملك وقعد في كندا وبعدين بعد كده واحد شافه واشتروه امريكا اشترته ب1.5 مليون دولار وفضل ما يعرفوش ان دي ملك لغايه ما جه عالم امريكي بدا يبحث ويشوف وبعدين لقى ان هو ملك مصر لانه متحنط بالطريقه المصريه وعرف ان هو ملك رمسيس الاول ومصر قدرت تسترده. اللي انت دايما السؤال اللي انت يعني عايز تساليه يعني احنا ممكن نسترد اثار لان الموضوع ده كان شايفه كنت تمام ده نور اللي كنت بتتكلم عليه كنت عايز اتكلم عليه مع بعض. يعني الواحد بعد اللي حصل وبعد اللي شافه بقى غيور شويه على تراثه. شوف يعني بقيت بشوف الحاجه مثلا لو شفتها بره لا دي تبقى عندنا احسن يعني فالواحد بقى غيور شويه على التراث بتاعه. هناك اثر يمكن استرداده وهناك اثر يمكن استرداده. مصر لغايه سنه 83 كان عندها قانون يسمح بتجاره الاثار. يعني حضرتك كنت ممكن تشتري اي اثر وتاخدي شهاده وتعدي في المطارعه دي قوي لغايه كام؟ 83 يعني من 50 سنه. ففي اثار طلعت من مصر قبل هذا القانون بشهادات وفي اثار طلعت في القرن ال 18 وال 19 في المتاحف كلها ملايين القطع دي طلعت كتجاره مباحه وقد بعض الرؤساء بتدي اهداءات. يعني كان محمد علي واحد قال له المتحف ده عجبني قال له خده. لغايه جمال عبد الناصر ادى خمس اهداءات خمس معابد اداها اهداءات للدول التي انقذت اثار النوبه. وبالتالي في اثار خرجت من بلدك
بطريقه شرعيه، في اثار بقى خرجت بطريقه غير شرعيه، بس انت لو معاكي الشهاده ليها او مسجله عندك تقدري تجيبيها. بس مع الجهود المبذوله حاليا من الدوله اعتقد ده قل بشكل كبير جدا الحمد لله. كنت سالت عمر الدكتور، كنت قلت لي هنساله على موضوع الاطراف الصناعيه اللي هي في اطراف صناعيه الموضوع ده. والله كان هم بيقدروا، لان هو لو كان يمكن القدم كانت مبايعه جدا ان كان في قدم وهو استبدلها، وكان السنان بيعمل لها عمليه ان هو برضه يعدلها ويحط فيها يعني سلوك كده ويقدر يسترجعها. شعر كان بيقدر برضه عمليه زرع الشعر. حتى التربنه، الجدود كانوا متقدمين جدا جدا, جداً في علم الطب جداً. وعايز تعرفوا متقدمين في الطب ليه؟ التحنيط. حتى الان احنا لما نكتشف سر التحنيط، فمعنى انه يحافظ على الجسم الاف السنين، معنى انه كان عنده فكره كبيره جدا عن التشريح وعن الطب. وعايز تعرف كل الفرق، كل مجالات الحياه فعلا، كل طبعا كل العلوم. عايز تعرف الفرق، جم يحنطهم واحد قال لك طب ما نجرب ان احنا نحنط في العصر الحديث. سنه 64 واحد اسمه زكي اسكندر حنط بطه وموجوده في متحف التحنيط في الاقصر، ارجوكم شوفوها. لغايه دلوقتي كويسه، بس هل ممكن تقعد 1000 سنه و2000 سنه؟ هو هذا السؤال. فالقدره ان انت تحطي، اقول لك حاجه، لو دخلت اي مقبره مصريه او الهرم تلاقي درجه الحراره بتاعته 22 سبت صيف شتاء، فقدر يثبت درجه الايه الحراره ازاي ما اعرفش. طيب انت بالنسبه لي على موضوع المهور او المهر، كان في مهر، كان في مغالاه على موضوع المهر اسيمه كان عنده اول اسيمه واول مهر. بس على فكره لو الاسيمه كتبناها بطريقتهم انتوا يعني انتوا تتعبوا قوي، او الرجاله تتعب في مصر ليه؟ يعني كان من ضمن شروط الاسيمه ان هو تلت دخله هو يديه لها، يعني لو هو بيقبض 100 جنيه يديها التلت، تعمل بايه؟ تجيب بيه مكياج. كانت بتشترط عليه ان عطورها ومكياجها تلت دخله. فتخيلوا مين دلوقتي اللي هيقبل كده؟ مين الراجل اللي كان بيتسال على القوانين دي بتطبق دلوقتي؟ هي كانت بتسال على موضوع المهر، المهر كان عندهم ليه مبلغ معين؟ لا هو طبعا ما كانش ماديا، كان في مغالاه في المهر، ما كانش في فلوس، كان مثلا مش زي دلوقتي مثلا في دنانير وحاجات زي كده. لا ما كانش فلوس، ما كانش ماديات، هو الفلوس ما عرفناش غير بعد فلوس. لا انما في مصر القديمه كانت كلها حاجات عينيه، يعني مثلا يكتب كده يتعهد بيها انه مثلا يديها كام اردب او كام ويبه من القمح او من الشعير، وان يجيب لها مثلا ملابس من الكتان. انا شفت ده يا دكتور، يجيب لها العطور. طب البيع والشراء بيتم ازاي؟ مقايضه؟ مقايضه. القريه الفرعونيه فيها كل مقايضه وما كانش في عمله، بس كانت في حاجه مثلا مثقال من النحاس او الذهب او الفضه. يعني مثلا حته الذهب يعني بتشتري حاجه قليله تاخدي حته نحاس، اغلى شويه يبقى فضه، اغلى شويه يبقى ذهب، بيسموه دبن. يعني دبن بما يوازي العمله، ولكن مش مكتوب عليه ايه؟ عمله. انما كان عندهم اسيمه، كان عندهم اسيمه وفيها شروط للست، لدرجه واحد بيقول له كده، بيقول له اقصوا او اطعم فمها، اطعمها، واقصوا ظهرها، وعليك بالعطور فانها دواء قلبها. يعني معروف العطر بيخلي الست تستريح. فتخيلوا بيقول له اكسيها، الست عايزه ايه؟ اكل وكسوه، واديها ايه؟ واديها عطور. هل دلوقتي واحد بيجيب عطر؟ ده لو واحد جاب بيرفيوم يقول له ده انت يعني ماشي. فهو كان عنده لان المعامله بين الرجل والمراه كان منتهى الرقي. ترنيم يعني ازيز مثلا اللي كانوا عاملين لها ترنيم. هو احنا للاسف يا دكتور طبعا حلقتنا جميله جدا 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 وشيقه جدا، ما ينفعهاش حلقه واحده، بس للاسف احنا خلاص يعني حلقتنا تعتبر خلصت. وطبعا كنا سعيدين جدا بحضرتك. الله يبارك فيك. ويوم جميل، وان شاء الله باذن الله بكره يبقى احلى باذن الله، وان شاء الله باذن الله نحاول نجيب الدكتور مره ثانيه باذن الله. شرف لينا. انا بقول لك يعني ان شاء الله المستقبل جاي، وبقول لكل شاب مصري وكل شابه مصريه، هذا البلد ان شاء الله هيفضل محمي، وان شاء الله هتفضل اثاره عنوان للدنيا كلها. ويكفينا فخرا ان مصر هي الدوله الوحيده التي يدرس باسمها علم اسمه علم الايجيبتولوجي، وهي التي ورد ذكرها في القران الكريم وكل كتب السماء. طبعا جدا الاستاذ مجدي، واحنا مبسوطين جدا كنا مبسوطين جدا بتواجدك معانا وبالمعلومات اللي احنا استفدنا منها. شكرا جدا على متابعتكم، ومعانا في الفقره اللي جايه اسماء وروح، انتظرونا.